بخبرة معاليك الطويلة بقى، رسالة يعني مختصرة لكل أبناء مصر في الخارج، بعيد عن الاتحاد بقى، بصفتك حضرتك أحد القيادات المصرية يعني ووالد للجميع، إيه الرسالة المباشرة اللي تقولها للقيادات المصريين في الخارج وكل أبناء مصر في الخارج يا فندم؟ أنا بقول لكل أبنائي وإخواني وأبنائنا اللي موجودين في الخارج، عاوزينكم تتكاتفوا كاملة وتقفوا ظهيرا للقيادة السياسية، ودي فرصة سانحة إن ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا قائد وبطل لدولتنا اللي هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي فرصة العمر، عاوزين نقف ضهره عشان ندعي له ان ربنا يخليه لينا مدى الحياه قائدا جنب الوطن كله. فانا عاوز انكم تتدفوا، عاوز دايما بلاش حد يفتح حسابات بره بقى في اي دوله تانية، افتحوا حساباتكم وحولوا حولوا من جميع مدخراتكم حول القنوات الشرعيه لبلدكم مصر، حاولوا تساعدوا بقدر الامكان. انا عايز ال 30 29 مليار اللي هم الموجودين دول اللي بقوا 27، لا انا عايزهم يبقوا 50 مليار باذن الله في النصف الاولاني من شهر من سنه كل الشكر 25 باذن الله. حقيقي بجد يعني انا سعيد جدا جدا ب يعني بدخله حضرتك باشمهندس اسماعيل علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، واتمنى بقى حضرتك لازم تيجي تنورنا هنا في الاستوديو يا فندم. لا تحت شرف كبير ليا يا حبيبي. ربنا يخليك، كل الشكر والتقدير يعني للمهندس اسماعيل علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج. وانا بقول ان